تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. بالعالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا لحلقة اليوم وهو الزواج عبر طريق الأنترنت. كما تعلمون جميعا، فالأنترنت صار وسيلة متاحة في هذا الزمان واسعة الاستخدام، وأصبح يستعمل لأغراض متعددة، فهو وسيلة من الوسائل كل يستخدمها على شكلته. ومن بين وسائل الاستعمال المعاصرة هو هناك تواجد مجموعة من المواقع الاجتماعية الخاصة بالتعارف بنية الزواج. الزواج هذا سنة كونية وسنة شرعية، ربنا عز وجل جعلها بين بني آدم. عادة في فصل الصيف العائلات والأسر تستعد لإقامة الحفلات ولزواج أبنائها وبناتها. منذ زمان كانت الطريقة للتعارف طريقة تقليدية سهلة وميسرة. الناس يجتمعون في المناسبات، إما في الموالد وإما في المواسم وإما في الزيارات العائلية المتاحة، وهناك يتم تمييز الشابات اللي هم في سن الزواج، وأيضا يظهر الشباب الذين يرغبون في استكمال نصف دينهم، وتتم التعارف ثم الزيارة بين العائلتين، ثم من ثم يتم الخطبة ثم الزواج. لكن اليوم في وقتنا المعاصر صار هذا الأمر متعذر، حتى ما يسمى بوظيفة الخطبة. لكن أيام زمان كانت في كل حي في كل منطقة كلقى واحد المرأة سميتها الخطبة. الدور ديالها أن عندها كلام حلو، عندها لسان حلو، وكتمشي عند العائلات إما في الأفراح وحتى في المآتم، بل وحتى في الحمامات الشعبية كتلقى دائما تتجول هنا وهناك وكترشم. فين ما كتبان ليها شي بنت في سن الزواج وصارت مليحة إلا وكتديرها في اللائحة، ثم كتزور العائلة الأخرى اللي عند الشباب أو الرجال اللي يرغبون في الزواج، وكتبقى تخيط بالبيض، ويتم الزفاف والميمون بكل أريحية بواسطة هذه الخطبة. هذه مجموعة من الأمور كانت أيام زمان هي كثيرة ومتعددة، بدأ بعضها ينقرض، وجاءت وسيلة الانترنت في عصرنا هذا كوسيلة من الوسائل المتاحة. فبغينا نناقش اليوم أيها الأحبة الكرام الظاهرة ديال الزواج عبر الانترنت، واش ترونها سليمة ومباحة أم يعتبرها مجموعة من المخاطر والمحاذير؟ الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي صارت متعددة، وقام مجموعة من الأشخاص بوضع برامج ومواقع خاصة للتعارف والزواج. بعضها عندهم نية حسنة، وناس طيبون وناس صالحون وناس تهمهم القيم الإنسانية، يهمهم أن يلتئم الذكور والإناث على شريعة الله السمحاء، فوضعوا مواقع للحوار والدردشة والتعارف بنية الزواج. يجمعون المعطيات بين هذا الذكر وتلك الأنثى، وكيشوفوا نقط الالتقاء والقيم المشتركة بينهما، ثم يفتحون الخط فيما للحوار في بينهما، وكتكون العملية ناجحة وموفقة. لكن هناك مواقع أخرى هدفها تجاري وربحي، ليس غايتها التعارف من أجل الزواج، وإنما التعارف لأغراض أخرى. فما رأيكم أيها الأحباب الكرام في هذا الاختيار، اختيار الزوجة أو اختيار الزوج عن طريق الأنترنت؟ لا شك أنكم عشتم تجارب كثيرة ومتعددة،
تجارب اللي هي ناجحة، واستطاعوا أنهم يوفقون للخير. بدأت في الأول غير بالمعرفة، خصوصا اللي هما في مناطق بعيدة. قد تجد شابا مثلا في المغرب وشابا في دولة أخرى إما عربية أو أوروبية، عن طريق الانترنت يتم التواصل، ثم بعد ذلك يتم التعارف، ثم بعد ذلك يتم الارتياح، ثم يأتي الزواج. خصوصا اللي عنده النية الصادقة كتلقاه مباشرة وبسرعة كي يدق الباب ويأتي إلى البيت من الباب ليس من النافذة، وكتجتمع العائلة والأحباب ويتم الزواج المبارك. ولكن بالمقابل كاين حالات أخرى اللي تعرضوا للغش وتعرضوا للاحتيال وتعرضوا للأذى. كاين أشخاص غرضهم فقط التسلية، غرضهم فقط العبث، بل منهم من يفتخر بأنه استطاع أن يصل إلى فلان بنت فلان أو فلان بنت فلان من باب الافتخار، ثم بعد ذلك يعطي معلومات خاطئة بل معلومات اللي هي مغلوطة، ثم بعد ذلك يقضي حاجته. وقد يسجل الصوت وقد يسجل الصور ديال الفتاة التي يحدثها ثم يهددها فيما بعد. يا ما سمعنا عن أناس عندهم كلام معسول وكيتكلم كذاك الفارس الذي تتمنه كل فتاة حسناء، ثم بعد ذلك يقول لها كلام ويأتيها خطوة خطوة، وفي الختام تلقى أنه يهددها لأنها تكلمت معه وخات الحرية ديالها بكل أريحية، قالت كلام لا ينبغي أن يقال فسجله بالصوت والصورة وصار يهددها أو يبتزها. فلعلكم عشتم حالات مثل هذه أيها الأحبة الكرام، نحب أن تحكوها لنا لكي نستفيد جميعا، وبناتنا وأبناؤنا يأخذون منها العبرة والدروس. لكن الذي نريد أن نقرره هو أن قضية الزواج هو رزق، رزق يسوقه الله تعالى لمن شاء من عباده. فالحق عز وجل جعل لكل إنسان ولكل إنسان نصيبه، سيأتيه هذا الرزق، هو المذكور في قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الإنسان كلما اتقى ربه سبحانه وتعالى سوف يأتيه بالأرزاق، إما عن طريق الانترنت وإما بأي وسيلة من الوسائل. نطلب الله تعالى في هذا اليوم الأغر أن جميع عزابنا وعازبتنا أن يختار لهم المولى جل جلاله نصفهم الآخر، وأن يكلل هذا الصيف الساخن بالأفراح وبالمسرات وبالبهجة والسرور والحبور في كل الأقاليم وكل المدن وفي كل بيت. قولوا معنا جميعا آمين 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 بجاه الصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أدم الأفراح والمسرات على الجميع، واجعل هذه الأيام المباركة من فصل الصيف تكون مليئة بالأعراس والمناسبات السعيدة لدى كل الأسر. ونسأل الله تعالى كل بناتنا التي عندهن عكوسات أو موانع أن تزول بقدرة الله الحي القيوم، وأن يفتح لهن أبواب السعد وأبواب الخير وأبواب البهجة والسرور. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله اللي سد لنا الخط. يا مرحبا بك لرشيدة. والله إلا كنت كنتمنى إن شاء الله نهضر معاك وأنا والوالدة، كنتمنى والله دابا صليت العشاء وكنطلب الله يا رب تجبرني قريبا يا سيدي. حفظك الله. ربنا يخيبناش. الله يصلحك بنتي، الله يعلي مقامك. بارك الله فيك. كي داير عندنا قريبا؟ لاباس عليك؟ الحمد ربي ونشكره. مبروك عواشرك. الله يبارك فيكم يا بنتي. بارك الله فيك. العائلة كل شيء بخير؟ كل شيء مزيان ولله الحمد. الحمد لله. بارك الله فيك. الله مرتاح كذاب محلية. يا ألف مرحبا رشيدة. كنا كنتكلموا قبيلة على الزواج عن طريق الانترنت ولا بالتقاليد والعادات. انت بنتي مزوجة ولا مازال؟ مخطوبة ان شاء الله. بغيت تدعي معايا ان شاء الله يكمل عليا الله بالخير. يا رب. وكيفاش بنتي تعرفتي على الخطيب ديالك؟ واش عن طريق تقليدية ولا تعرفتي عليه بالانترنت؟ نعم.
كيفاش الا سمحتي لينا نسولك كيفاش تعرفت على الخطيب ديالك؟ واش بالانترنت ولا بطريقه تقليديه عاديه؟ لا لا ماشي بالانترنت، غير واحد زرتي هي اللي قالت لي واش عندك شي اختك وجابتو ليا. الحمد لله، الله يكمل لك رجاء بنتي يا رب. بغيت كدير ليا مع لا جوزه ديالي والشيخ ديالي يا رب يا رب، والعائله ديالي والمومه ديالي يا رب. كتستعدوا رشيده بنتي للزفاف هذا الصيف سعيد ان شاء الله؟ الا كتاب مازال دازت الخطوبه بقى. الحمد لله. نعم دازت الخطوبه. دازت الحمد لله على الله يكمل بخير يا ربي، ان شاء الله يكون خير باذن الله. معايا ان شاء الله يوفقني الله ويحقق لي داك الشيء كاع اللي كنتمنى. يا رحمن يا رحيم. مع الوالد بزاف ومع المهمة ديالي دعي معاهم بزاف ومع خوتي، وسبحان الله العظيم فرحانة بزاف والله العظيم ولا فرحانة. الله يكمل لك رجاء بنتي، شكرا لك. شكرا. بغيت نهضر معاك. مرحبا. الو سيدي الطيب. اهلا الشريفة. ازيك سيدي؟ الله يحفظك يا لالا. الله يحفظك، تبارك الله عليك. احنا تبارك الله ينصرك وينصر سيدنا وينصر هذا تبارك الله هاد المضعفه شراك هاد البلاصه، الله يكثر خيرك. الله يرحم الوالدين لالا. الله يحفظك ويحفظك وليداتك ويرحمك بطل فاش تخبط. الله يحفظك لالا، شكرا لك. انا هادي وانا كنتمنى غير الله نشدك تبارك الله اليوم. اللهم صل على سيدنا محمد. صلى الله على النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا النبي. حفظك الله لالا. لا تدعي معايا يعفو عليا، راني مريضه بالركابي، ويعفوني على الراجل ديالي مريض، ويعفوني على انا مات سيدنا محمد الحبيب. راه تبارك الله عليك فوق ما سمعنا شي واحد كرد نهز كفوفين سيدي ربي ونوض في الفجر ونوض نطلب الله. تبارك الله عليك، الله يحفظك ويرحم ربك فاش تخبط. اكرمك الله اعزك الله. النهار مبارك مسعدني شديتك راني كنرجف ونطاطي. تبارك الله، الله يحفظك. حفظك الله لالا، شكرا لك لالا. وحفظ سيدنا سيدي محمد وحفظ هذه النداعه وبعدك الشيء اللي راه تماك، يا الله يحفظك ويحفظك. اللهم امين، شكرا لك لالا، شكرا جزيلا لك. الله يحيي والديك، الله يخليهم، الله يزيد في مدادك ويكثر مساك وينا ميتي، الله يرحمه. لا اله الا الله، الله يرحم والديك. راني كنرجف وطلبني الله واحد الحجه ان شاء الله مبارك مسعوده. يا ربي يا ربي يا ربي ان شاء الله. راني كنرجف يا سيدي ربي مني قبضتك تبارك الله عليك، رفاه يعني ما سخيتش ليه تبارك الله عليك، الله يحفظك. شكرا لك لالا، شكرا لك. راني كنتمنى هذا النهار مبارك مسعود تبارك الله مني شديتك دعي معايا عافاك على صحيحتي يداويني وداوي ويشافيني وليداتي ويعطيو النجاح. وهاني كنتمنى رغبت الله وكما راني سمعت راني ندير كفوفين سيدي ربي في الفجر بكل وقت. يا رحمن يا رحيم. راه من ذاك العام يجعل مبارك عليك ان شاء الله حجك متمنية، الله يجعلهم كنت طول العمر. يا ربي يا ربي يا ربي باذن الله. الله يحفظك. شكرا لالا رشيدة. ويحفظ سيدنا ويحفظ سيدنا، هذه المهمة ديال رشيدة. شكرا لكم رشيدة، شكرا لك لالا. ويحفظك ويحفظ سيدنا ويحفظ وليداته ويحفظ وليداتنا ويحفظ المسلمين والجيش ويحفظ ما سيدنا واحمد كفا وجميع. راني تمنيت هذا النهار تبارك الله، راه بحال انا مشيت نحج مني سمعت الصوت ديالك. اعزك الله، استغفر الله، اعزك الله وبارك الله فيك. الله يحفظك ويدعي معايا مع وليداتي ومع بنياتي من عليها الله ان شاء الله. يا رب. وراني كنهز كفوفي مني سمعت نوره وسمعت كاع داك الشيء تبارك الله النداء، الله يجعل مولانا يفرج عليه ويفرج علينا وعلى المسلمين. اللهم امين لله، شكرا لك. الله يحفظك يا سيدي، انا ما سخيتش بك، الله يحفظك. اعزك الله، اعزك الله. الله ينصر سيدنا. اللهم امين. اللي داير هاد النداء وينصر مات سيدنا محمد كفا وجميع كاع اللي تما، الله يجعل مولانا يسلك امور هو امور وليداتي والمسلمين. اللهم امين. الله يرحم الوالدين. تبارك الله مني شديت تبارك الله، راني ما سخيتش بك. اعزك الله، اعزك الله. انا تدعي معايا راه ركابي ضريني. يا رحمن يا رحيم. يا رحمن يا رحيم. راه حتى هو مريض الخير، هذا هو مريض راه اللي تدعي معنا بزاف، الله يشفيه ويشافينا مع سيدي ربي. يا ربي يا ربي باذن الله، شكرا لك. الوالدين انا حيي الله يخليهم لك. يا ربي باذن الله. الله يكثر مساك وانا متمني هذا الله تبارك الله هذا النهار، راني ان كانت خاصه ما كنعرفش شحال العيد، راني تبارك الله، الله يحفظك. الله يرحم الوالدين، شكرا. النداء الله يحفظك ويحفظ ان شاء الله نداءك تما ويحفظ هذوك الناس اللي معاك. شكرا لك لالا، الله يرحم الوالدين. كاع نتكلم الطلب سيدي ربي راه تبارك الله، وطلبني الله حتى انا القران عافاك، الله يرحم. يا رب يا رب يا رب. انا كنصلي في الفجر ونوض في كل وقت كنصلي حمد الله، كيضيقني خاطري نهار فاش ما نسمعكش راه كيضيقني خاطري. الله يكرمك. ما سخيتش بيك، ما سخيتش نهار فاش ما نسمعكش اللي طرا ما عنديش انكانه.
اعزك الله اعزك الله وحفظك فاجعني، الله، لا الله فاجعني. اللهم امين لله. شكرا لك واحد لله. النهار اللي قبضت كبرت والله راه عندي نهار كبير يا ربي، كنحمدك ونشكرك في هذا النهار عقبالنا نحجه ان شاء الله. يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. كنحجني حجيت ذاك العام كنتمنى قبضتك مني كنسمعك الله يجعل عونك انت طول العمر مبارك عليك مسعود. يا رب يا رب. عقبال حجه حجه وعقبالنا ان شاء الله يوطن الله. امين. وشكرا الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. شكرا لك لله ام رشيده، وشكرا للرشيده، وسبحان الله العظيم هاد الناس ديال الاقليم الرشيديه وما حولها معروفين ناس من اصحاب الفطره السليمه، ناس اللي عندهم قوه اليقين وقوه الايمان وحسن الظن بالله، وعندهم سبحان الله العظيم واحد الطبيعه ربما اكتسبوها من جغرافيه المكان، المكان اللي هو فيه جبال وتلال وصحاري ونخيل وتمور ونسيم عليل، كله شبيه بالمدينة المنورة اللي مشى للرشيدية، غيشوفوا حتى تشابه كبير بينها وبين البقعة الطاهرة في المدينة المنورة المسمات طيبة، التي سميت كذلك لأنها طابت بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذلك الناس سبحان الله طيبين، وفعلا مش مجامل، هذا حقيقة. ملي كنا كنمشيو للديار المقدسة وكنتلقاو مع الناس الرشيدية سبحان الله فيهم واحد النية عظيمة. كنذكر أول مرة غنمشيو للبقاع المقدسة وكان واحد الازدحام شديد، والناس واقفين كيديروا الطباعة ديال الجواز السفر في المطار ديال جدة، وكاين اكتضاض، كتلقى لك الوفود جايين من مصر، جايين من السنغال، جايين من تونس، من الجزائر، جايين من مصر، داكشي مخلط، والناس الضغط الضغط. وواحد الشاب كان خلفي، في الأول كان أمامي، شاف الناس مزاحمين وكيرجع للور، اللي بغى بلاصه كيرجع، بقى 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 حتى رجع هو الاخراني، هو الاخير هو والزوجه ديالو. ومن بعد ملي كيتم غادي كيهز الحقائب ديالو يحطهم ويمشي يهز حقائب الاخرين العجزة والضعفاء كيمشي معهم. فلفت انتباهي هذا الشاب هو والزوجه ديالو، غريب حاج الحمداوي الله يطول عمره، وسبحان الله العظيم في البقاع المقدسه ايضا فالتقيت به ايضا. الناس كيقلبوا على الطعام، كلشي كيزدحم، هو الاخر الا بقى شي فوته ديال الطعام وديال المائده كياكلوا، ما لقاش راه كيمشي يخلص مره ثانيه في جهه اخرى، ولا كيجبد شي طريف ديال الخبز في شي فرميجه وكياكلها. سبحان الله العظيم هذا الرجل فاحببته. من بعد صرنا صديقين، قلت لها يا اخي احببتك في الله لانك عندك اخلاق اسلاميه راقيه. في هذا المقام الاخلاق شنو هي؟ هي التواضع، هي النكران الذات، هي انك تقدم الخدمات، هي انك كترجع الى الوراء وتخلي الاخرين يسبقوا. هذه الاخلاق الكريمه من جبتيها؟ فلما سالته من اي اقليم انت؟ قال لي انا من اقليم الرشيديه. وسبحان الله العظيم من ثم زرت هذه المنطقه ولقيت القضيه هي الطبيعه في هذه المنطقه وفي اهلها وفي ساكنتها. ولا سمعت لالا ام رشيده كتكلم بفطريه وبتلقائيه، قلبها عامر بالايمان وفيها اليقين. وكنتمنى ان المسؤولين في هذا البلد الامين يعرفوا بان هذا الشعب اللي هما مسيرينه راه شعب طيب، شعب بسيط، وشعب قنوع، وشعب راض. خاص غنفتحوا الابواب ونكثروا من الاستثمار ونسهلوا الامور ونبسطوا المساطر، وغيكون ان شاء الله الشعب ديالنا في المقدمه، وغادي يبقى دائما سالم مسالم امن طيب. لالا ام رشيده، طلب الله سبحانه وتعالى لا يحرمك من زيارة قريبة للبقاع المقدسة. الله يكتبك من الزائرين إلى مكة المكرمة الطائفين حولها. الله يجعلك من الذين يصعدون إلى جبل عرفات ويسعون بين الصفا والمروة ويشربون من ماء زمزم ويصلون في البقعة الطاهرة في الروضة الشريفة بجانب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله يكرمك بشي حجة ولا شي عمرة، تأتيك كرامة من الرحمن بلا تعب ولا مشقة. وأسأل الله الواحد الأحد أن يشافيك من كل داء ومن كل سقم ومن كل علة، ويشافي الزوج ويطيل عمره. وهذه البنية لالا رشيدة اللهم بارك لها في هذه الخطبة واجعل لها زواجا قريبا، اللهم بارك لها في عريسها، يا رب بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير وأسعد قلبيهما بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عجل للالة أم رشيدة بالفرج، اللهم أسعد قلبها، اللهم نور طريقها بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وكل من عنده حاجة في نفسه
أو في ضميره اللهم عجل له بالفرج. وكل من طلب منا الدعاء اللهم يا رحمن يا رحيم، وحنا في هذه الوجوه طيبة بالآلاف المؤلفة بل ربما بالملايين من المستمعين في جميع الأقاليم والمدن والبوادي والمداشر والجبال، كلهم يرفعون أكفهم إلى السماء. يا مولانا ليس لنا إله غيرك سواك ندعوه. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.